السلام عليكم خوتي، هذه هي الجبنه ديالنا. كيف كتشوفوا فيها هي هذه الجبنه ديال الزعتر. ها انتم شوفوها كيف دايره، ها انتم ها شفتوها، ها هي كشتوها كيف دايره خوتي. ها هي ممكن نزيد عليها شويه ديال زيت العود، ها انتم ها انتم شويه ديال زيت العود باش نسمها، وممكن تاكلوها مع خبيز، ممكن ها انتم شفتوها، شوفوها شوفوها شوفوا، راه دغيا في نفس النهار قديتها، في نفس النهار ما خليتها لا يومين لا ثلاث ايام. ها انتم شوفوا النتيجه، شوفوا نتيجه الجبنه، ها شوفوا النتيجه، شوفوا النتيجه غزاله غزاله. هذه درتها بالزعتر، نسمتها بالزعتر، ها انتم كي كتشوفوا انا دابا طلعتها للسطح باش تبان لكم، واخا التليفون عندي ناقص شويه. هذه وحده اخرى ما فيهاش الملحه، هذه ما فيهاش الملحه مسوسه وما فيهاش الزعتر بحال هكا. هذه باقي ما شدتش ليا مزيان صراحه. ها هي شتو شتوها، هذه هذه نقدر نتا ندير فوق من العسل، هذا الشيء اللي كيبان لكم الصفر. العسل هذاك ممكن نجيب شويه ديال العسل، وتشوفوا طريقتي في الجبنه. ها انتم كتضيفي عليها شويه العسل، ها انتي ها بحال هكا. يا سلام يا سلام علينا، يا سلام كتجي غزالة خوتي ولا أروع، مع خبيز ديال الشعير ولا أروع. ونتمنى أنها تعجبكم الجبنة ديالي. هانتوما هانتوما شوفوها، قصوها مرصويات بحال هكا أو بحال هكا، حيت الموس ما عنديش ماضي. هانتوما راه كتبقى واقفة، هانتوما شوفوا الجمال، شوفوا 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 الحلاوة، شوفوا الجمال. وها نتوما ها نتوما ثاني، هذه بالعسل، ها نتوما ها هذه باقي ما شدتش ليا شويه. وهذه هي الجبنه ديالنا. ايوا نتمنى انها تعجبكم وتروقكم وتصاوبوها رمضان هذا. الصراحه كنبغاو بحال هاد الحويجات، وكنبغيو نحطوهم في طبيله الفطور ديالنا. نتمنى انهم يعجبكم ويروقكم. اللي بغى الجبنه يقول هذا الشيء وسط الدار ونصوبوها معاكم. اللي بغى الجبنه ما شاء الله باقي نديرو لكم الرايب، واخا كاين في القناه باقي بزاف الشكل ديال الجبنه، باقي ان شاء الله تاع الفرماج نتاع الجبنه، ولكن هي تسناوني ان شاء الله ونصوب لكم الجديد. الى اللقاء يا اخواني، ومع السلامه، ونتمنى انكم ديروا لايك للفيديو. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم بعد ما طيبنا الطاجين ديالنا. دابا شنو جيت ندير معكم؟ دابا جيت ندير معكم الجبنه اللي قلت لكم، غنديرها لكم بطريقه بسيطه، طريقه زوينه ما فيهاش مواد كيماويه، ما فيهاش مواد حافظه، ودغيا دغيا دغيا كيتصاوب هذه الجبنه، دغيا دغيا ما فيهاش شي صعوبات، يعني كالمبتدئ مبتدئين يصاوبوها عادي عادي، تصاوبيها في الدار وتعمري بها الورقه او ورق الفيلو او اللي بغيتيها ديرها في السلطه او سميتو، كتجي غزاله خوتي. هنايا باش ما نطولش عليكم الفيديو لانني غادي نديرو مع الطاجين، فعندي هنا الحليب تقريبا، هنا ثلاثه الباكيات ديال الحليب، المهم اي حليب عندكم ديال البقره او هذا اللي كيكون في علب او اللي موجود عندكم نتوما ممكن تجيبوه. انا جبت الحليب ودرته خليته فوق المطبخ هكا ليله واحده، كتخليوه بحال هكا لان كتعرفوا الجو باقي برد، كتخليو الحليب فوق المطبخ ليله واحده، كتخليوه عادي ما غاديش يطرى ليه والو، كتخليوه بحال هكا. انا خليته ليله وحده هكا محطوط. كنجيبو كاسرونه عاديه او اللي عندكم، كنديرو فيها كنحلو الحليب وكنخويو في كاسرونه عادي صافي، وكنديروه يغلى لينا الحليب. هي العمليه انكم تخليو الحليب ليله وحده، تخليوه ليله وحده فوق المطبخ، ومن بعد كنردوه كيطيب غادي نضيف فيه شويه. الا بغيتو تنسمو نتوما هاد الجبنه ممكن تنسموها، ديروا الملحه، ممكن ديروا زيتون، ممكن ديروا اي حاجه، المهم غتشوفوها في الاخير كيف جات. كاين عده اشكال ديال هاد الجبنه، كاينه اللي كتضيفيها تضيفي الحليب مع اللبن اللي كيكون حامض. انا غنصاوبها غير بالحليب لان عندي الحليب، وجيت نصاوب معكم هاد الطريقه. كتشوفوها درت الحليب، غادي ندير شويه الزعتر باش نسم هاد الجبنه.
غير شويه ديال الزعتر ماشي بزاف، ما غاديش نضيف الملحه، اللي بغى يضيف الملحه كينسمها بالملحه، كل واحد كيف كيجي لها، كاين اللي كيضيف الخل، كاين اللي كيضيف الحامض، كاين اللي كيضيف. انا طريقتي سهله، طريقتي سهله، فقط غادي نضيف شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزعتر، وغندي هذا الحليب فوق البوطه يفضليه يطيب، ومن بعد غادي نشوفوا كيتعزل الماء ديال الحليب، كيتعزل الماء وكتبقى الجبنه لتحت، من بعد كنرجعوا باش كنصفيوها. خوتي رجعت معاكم، ها هو الحليب اللي سميتو الجبن ديالنا، ها نتوما شفتوا الجبن ديالنا دابا فاضلينا، ردينا داك الحليب فوق البوطه او الغاز، وخلينا داك الحليب كيطيب، وها نتوما شوف شوف شوفوا كي ولا دابا هذا الجبن، هذا هو الجبن بالزعتر. ضفنا شويه الملح، الصراحه غادي ندرنا جوج ديال الاشكال، واحد ما فيهش الملح وهذا فيه الملح، كتعزل الماء كيتعزل من الحليب، ها نتوما شوف هذا الماء وهذا الجبنه، الجبنه يا سلام، شوفوا 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 كيف دايره، يعني كتجمع بحال هكا. دابا غادي نخليوها ملي تجمع لينا بحال هكا، غادي نخليوها في نفس الماء هاد الجبنه واحد شويه، تقريبا هي واحد ربع ساعه هكاك، غير تيتجمع لينا مزيان، وغادي نصفيوه. ملي نصفيوه ممكن نديرو الزيتون، ممكن نديرو زيت العود، ممكن نديرو اي حاجه. هاد الجبنه كتجي اقتصاديه خوتي، كتدخلوا تمشيو للمحلات وكتشريوها بثمن غالي، فصوبوها في الدار وعرفوا شنو درتوا لوليداتكم بدون مواد حافظه. هذا الزعتر ها نتوما شوفوا، انا غادي نوريها لكم كيف درت ليها بطريقه مفصله وسهله، ما كاينش فيها شي حاجه خوتي، ما كاينش شي حاجه، فقط كتشدوا الحليب وكتجيبوا تحطوه فوق المطبخ، الرخامه ديال المطبخ، وكتخليوه ليله واحده فقط، نهار الاخر كديروه في الكاسرونه او طاسه كتغليوه، وكيولي بهذه الطريقه. ممكن تضيفوا شويه في هذه المرحله، تضيفوا شويه ديال الملح، زعتر، باش كتشرب الملح هذه الجبنه على حسب المذاق اللي كتحبوا نتوما، وكتجي بحال هكا. شوف شوف شوفوا، يا سلام يا سلام على جبنتي، يا سلام يا سلام، شوفوا ها نتوما. غنخليها واحد شويه بحال هكا، غادي نطفي عليها البوطه او الغاز، غنطفي عليها ها نتوما، شوف ها نتوما، انا راه درت وحده دابا كاينه في الثلاجه، ولكن غادي نوريها لكم في الاخر. ملي غادي نسالي غنصفيها، نصفي منها هاد الماء، هاد الماء كله غيتصفى، هاد الميه غادي تصفى كلها، ما غاديش تبقى، وغادي تبقى غير الجبنه صافي، وهادشي اللي كاين. المهم انا غنمشي نصفيها ونرجع. رجعنا عاوتاني باش نصفيو معكم الجبنه، ممكن تخلوها حتى تبرد عاد تصفيوها، ممكن تخلوها ولا عندكم شي صفايه ديال الحديد ممكن تصفيوها وهي سخونه. انا غنصفيها ها نتوما، ها هي ها نتوما، شفتوا كينزل الماء، كنحيدوا الماء منها وكنخليوها تصفى. انا درت دابا الكميه قليله، وانتم الا بغيتوا تجيروا كميه كثيره ممكن صوبوها كل نهار، كل نهار ولا كل يومين صوبوها، ما تخلوهاش في الثلاجه، او تخليو كميه كثيره في الثلاجه، اللي كتعرفوا المواد ديال الحليب ما كتبغيش بزاف تبقى في الثلاجه مده طويله، يعني عندها يومين ثلاث ايام ديال هاد المواد ديال الجبنه او سميتو بحال هكا. غادي نجي غنجيب مغرفه، غنجيب مغرفه او معلقه بحال هكا، ها نتوما شوفوها 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 كيف جات اخوتي، شوفوها شوفوها ها هي، ومازال كاينه الاخرى في الثلاجه نفس الشكل، ولكن هذيك درتها مسوسه، ولكن نفس الطريقه كنجمعوها بحال هكا، نشكلوها على حساب البواطه اللي بغينا نديرو، نشكلوها بحال هكا على حساب البواطه اللي غادي نديروها هكا، ها نتوما شفتوها، صافي كنديروها في الثلاجه شويه وكنحطوها في صحن التقديم، او نديروها نسدوها في علب، او نديروها في اي حاجه بغيناها. ها نتوما شفتوها شفتوها كي تجي فنه 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 خوتي، وسهله، ما كاينش ما سهل منها، ما كاينش ما سهل منها خوتي، بحال هكا كتجي. انا كندير لها غير بحال هكا باش ينزل داك الماء، ها نتوما راه نزل داك الماء، وانا حيدت الماء اللي كان فيها، ها نتوما شوفوا الماء، شفتوا الماء اللي كان في الحليب، راه حيد، راه المهم بقات غير الجبنه، هادو غير الجبنه كتبقى هكا، نديرها دابا في الثلاجه ومن بعد نوريكم في طبق التقديم كيف جاتنا.